اليوم تم اللقاء مع سماحة السيد عمار الحكيم. الحقيقة هذا اللقاء كان مع مدراء الدوائر والحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف، حيث تم يعني مناقشة أمور كثيرة تهم المحافظة ومستقبل المحافظة وتطوير محافظة النجف الأشرف. الحقيقة الموضوع الزراعي كان من ضمن المواضيع الحاضرة في هذا اللقاء. تم مناقشة تطوير الجانب الزراعي و كيفية النهوض بهذا الواقع وإدارة المحافظة زراعيا بالشكل